معكم دكتور محمد غنيم، هتكلم عن كتاب مهم اسمه The Energy Bus أو أتوبيس الطاقة لجون جوردن، وده بيفيد كل الناس في الحياة. يعني إيه؟ يعني مش شرط مدارس أو كلام ده، لا بيفيد كل الناس. فأول حاجة هو 10 rules، 10 قواعد بيتكلم فيها. أول قاعدة اللي هي انت مسؤول عن حياتك، يو ار ذا درايفر اوف يور باس، انت سواق الاتوبيس بتاع حياتك، تمام؟ فما فيش اعذار وما فيش اكسكيوزز يعني، تمام؟ فده مهم قوي انك تاخد المسؤوليه، تتحمل مسؤوليه حياتك. تاني حاجه، اول حاجه لما بتركب الباص بتاع اللي انت سواق فيه دوت، لازم تكتب اهدافك وتركيزك في ايه وشغفك. دول لو اتجمعوا في نقطه واحده هيبقى دول الطريق او المسار اللي انت هتمشي عليه. انت لازم تكتب اهدافك، انت عايز تبقى ايه، عايز تبقى اب ناجح، عايز تبقى مدير ناجح، عايز تبقى تتجوز حد معين، فلازم تكتبها. دي رول نمبر 2 في الباص، اختيار الطريق، مش تقعد تلف بقى وتدور حوالين نفسك. رقم 3، مون وفول الطاقة بتاعتك إن هي تكون طاقة إيجابية. طاقة إيجابية، مش تقعد تقول آه لا ده الطريق ده صعب، ده مش عارف أمشي فيه، ده أنا قدراتي كذا، لا ده مش هينفع، ده فيه مش عارف إيه مطب هنا. ده لازم تبقى عندك إيجابية إنك تقدر تعدي كل العقبات دي. رقم 4، هتدعو ناس ان هم ييجوا معاك في الاتوبيس وتقول لهم الطريق بتاعك. والله الطريق بتاعي انا كشركه او كمؤسسه ان احنا ماشيين في الاتجاه دوت، انا عايز الناس، عايزكم تيجوا معايا، ده الطريق ودي مسار. يبقى انت اخذت الناس معاك وقلت لهم الخطه بتاعتك والاتجاه. رقم 5، ما تضيعش وقتك وطاقتك مع الناس اللي مش عايزين يركبوا معاك الاتوبيس، اللي هم بقى ايه، حزب اعداء التغيير، اللي هم لا احنا مش هنمشي في الطريق ده، لا ده الطريق ده مش عارف ايه، لا كده الناس اللي هي عايزه تعطلك. رقم 6، ما تاخدش معاك انرجي فامبايرز، الناس اللي هم ايه، اللي هم مصاصي الطاقه. انا كنت بكتب على مكتبي، انا على فكره عامل كتابين على الموضوع دوت، صراع مصاصي الطاقة والطاقة الإيجابية، فممكن أقعد أتكلم عليها نص ساعة، بس أنا بقول لك يعني كنت كاتب إيه؟ أهلاً بمصاصي الطاقة، expect to be transformed، يعني توقع إن أنت تتغير لما تيجي. فما تسمحش للسلبية أو حد سلبي إن هو يأثر على التيم. واجهه. رقم 7، الإيجابية والحماس بيجذب مسافرين تانيين، فدايما افضل حمس الناس وفهمهم الطريق وعرفهم احنا مشينا قد ايه عشان من الطريق، عشان يفضل ناس تانيه تقدر تيجي تو جوين الباص بتاعك، الاتوبيس بتاعك. اول اهم حاجه بقى من اهم الرولز، يعني غير الرولز الاولانيه اللي مهمه جدا، الرولز رقم 8 اللي هو حب الناس اللي هم راكبين معاك، واعرف جواهم كل ايه، ايه القيمه بتاعتهم معاك، ايه هم اللي بيقدموه، والحاجات اللي بيقدموها دي طورها وخليها نقاط القوه دي، اتكلم عليها وقول انا ابريشيت ان هم بيعملوا كذا، وعشان دي هتخليهم يطلعوا اقصى ما عندهم. فلازم تسمع لهم، تتاح لهم وقت انك تقعد معاهم وتتعرف وتعرف الناس انك شايف مجهودهم وتقدرهم وتخدمهم وتطلع افضل ما عندهم ما دام هم راكبين معاك الاتوبيس. رقم 4، سوق بهدف، مش ما يكونش عندك ميشن، يعني احنا يا جماعه رايحين الطريق ده عشان ايه، احنا هنوصل لايه، احنا ايه اللي هيزيد عندك انت لما انت تيجي معايا والكلام دوت. فاحنا كلنا مشتركين في البيربس،
اخر حاجه هاف فان وانجوي ذا رايد، يعني يبقى ايه، يبقى في جو عام وبيئه في قلب المكان تكون فيها حماس وحب واستمتاع. مش دايما المدربين في الماتشات الصعبه بيقول للعيبه بتاعته ايه، العب لعبك، يهديه، خليك هادي. يعني فالحاجات دي مهمه قوي. استمتع بلعبك، استمتع بشغلك، استمتع مثلا بعيلتك. فده شيء مهم قوي في الكتاب دوت. فبنصحكم انكم تجيبوا الكتاب دوت وتقروه، وهو موجود نسخه منه على اليوتيوب بالانجليزي، حوالي ساعتين ونص 3، يعني حاجه مفيده جدا. شكرا.